تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة قدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. مستمعينا الأعزاء، أرحب بفريق العمل معاي اليوم في الإعداد أستاذ يوسف السعد، والتنسيق والمتابعة والإخراج ومخرجنا المتألق دائما وائل القواسمة، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. أذكركم بأرقام التواصل معنا مستمعين الأعزاء، ونرحب بتواصلكم ونرحب بمشاركاتكم خلال الساعة على الأرقام 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ومثل ما عودناكم مستمعين الأعزاء بأن أول فقرة من فقرات برنامجنا لهذا اليوم فقرة السوشيال ميديا، وبتكون معنا زميلتنا الأخت أسماء الجناحي وتعطينا آخر ما يدور في السوشيال ميديا. صبحت الله بالخير أختي أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور أخوي عبد الله عليك وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. يا مرحبا وسهلا أختي أسماء، وصباح النور وصباح السعادة. صباح السعادة على الجميع. ناخذ جولة في قنوات التواصل الاجتماعي والأشياء اللي صارت فيها خلال 24 ساعة الماضية. نحن دائما نأكد على يعني موضوع، خصوصا مو بس في كورونا، حتى في الأيام اللي ما فيها كورونا، فيها نصيحة إن لازم لما الواحد يطلب الأكل يعني دائما ننصح ان الاكل يكون مطبوخ وما ياكلون الاكل الني. لكن في هذه الفتره ننصحهم دائما ان ياكلون الاكل المطبوخ، وحتى لو بيطلبونه حتى لو بيشترون مطاعم لازم الاكل يكون مطبوخ، وهذا عشان صحتهم وسلامتهم. ايضا اكدنا على اوقات العمل، في يعني واجب صدنا استفسارات عن اوقات عمل بنك دبي للتبرع بالدم، فحطينا أوقات العمل نحن يعني نعمل في الوقتين الصباحي والمسائي في المركز من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 1:30 ظهرا، وأيضا في الفترة المسائية من الساعة 7 لين الساعة 12:30 في منتصف الليل. بعد منتصف الليل نادي الوصل، يعني اللي ما يبغى يجي المركز نادي الوصل موجودين فيه من الساعة 7 لين الساعة 11:30 يوميا من الأحد إلى الجمعة. فبعض الأشخاص يقولون عن أخذ المواعيد بموضوع الجو، يأخذ الموعد إذا كان بعد فترة التعقيم الوطني خلال هالفترة، لكن بشكل عام هم يقدرون يجون مباشرة للمركز للتبرع. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن حاطينها كنا كيف النصائح حصول النوم أفضل. يعني بعض الأشخاص يستهينون موضوع النوم، لكن النوم يقدر يعدل مو بس يعني حالتك الصحية حتى حالتك النفسية. فالواحد لما يجرب أن يعدل نومه وياخذ قسط مناسب من النوم يوميا، هذا راح يعدل الكثير من مو بس صحته أيضا مزاجه. في بعض الأشياء وهي النصائح نحن يوميا نحطها في قنوات التواصل الاجتماعي، ونتمنى من الجميع الاستفادة منها، ونتمنى لهم حياة أكثر صحة وسعادة، ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة أستاذ أسماء الجناحي، شكرا لك. مستمعين الأعزاء، بس نذكركم بالخدمات التي أطلقتها هيئة الصحة دبي، خدمة طبيب لكل مواطن، وأيضا خدمة دوائي، وأيضا خدمة الواتساب. مستمعين الأعزاء، بإمكانكم التواصل للخدمات والاستفادة من الخدمات هاي على طريق الرقم المجاني لهيئة الصحة بدبي 800-342، وأيضا نذكركم بأهمية التبرع تحت
يعني عنوان قطرة دم تنقذ حياة إنسان. ومثل ما ذكرت الأستاذة أسماء الجناحي إن بإمكانكم أيضا التواصل على الرقم 800-342 وأخذ الموعد وتبرع بالدم. مستمعين الأعزاء، فقرتنا الثانية بتكون عن التغذية وتحت عنوان الأخطاء الشائعة عند طبخ الخضروات، وبتكون معانا الأخت سامية خالد. ولكن بعد الفاصل مستمعين الأعزاء خلكم ويانا فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. ذكركم مستمعين الأعزاء بأرقام التواصل معنا على 4 أرقام التواصل معنا على 600-55-14-14 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. نأخذ الخبر من وسائل الإعلام ووكالات الأنباء. دراسة حديثة تؤكد كمية فيروس كورونا التي يتعرض لها الشخص تحدد شدة الأعراض. كشفت دراسة جديدة نشرت في مجلة لانست الطبية البريطانية على مرضى فيروس كورونا عن أهمية أو كمية الفيروس التي يتعرض لها الشخص هي التي تحدد ما إذا كانت ستظهر عليه أعراض خفيفة أو شديدة للمرض، حيث أكد الخبراء أن الشخص المصاب بشكل غير مباشر عن طريق لمس قبض الباب يمكن أن يشعر بأعراض أكثر اعتدالاً من شخص آخر سقط العدوى عن طريق التعرض لسعال شخص مصاب بالفيروس. ووفقاً لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، فأكد العلماء أيضاً أن الحد من خطر انتشار الفيروس التاجي يمكن أن يجعل أعراض الناس أكثر حدة عند الإصابة بالمرض، ويمكن أيضاً القيام بذلك عن طريق تقليل الحمل الفيروسي للمريض، وهو ما يعني عدد جزيئات الفيروس التي يصاب بها أولاً، فيوجد حمولة فيروسية عالية يعطى العدوى بداية سريعة ويزيد من خطر أن يصبح الجهاز أيضا المناعي للمريض غير قادر على مقاومة فيروس كورونا. ويمكن أيضا للأشخاص تقليل فرص الإصابة الأولية الضخمة من خلال الابتعاد عن الآخرين الذين قد يكونون مرضى والالتزام الصارم بالقواعد ضد الاتصال الشخصي الوثيق الذي يوجهه الملايين الأشخاص حول العالم. وأكد أيضا خبير في الأمراض المعدية في إمبيريال كوليدج لندن أن الفيروسات تتسبب في إصابة الأشخاص بالمرض من خلال التكاثر السريع داخل الجسم والتسبب في فرط إفراز جهاز المناعة للتخلص منها، وهذا يتسبب أيضا في ظهور أعراض مثل الحمى والأرهاق. ووفقا للخبراء أيضا فإن أفضل طريقة للتقليل كمية الفيروس الذي يصاب به شخص هي أن تكون صارما بشأن التباعد الجسدي لإبطاء انتشار المرض عن طريق الحفاظ على مسافة مناسبة بين الأشخاص. نأخذ فقرة التوعية، واليوم عنواننا الأخطاء الشائعة عند طبخ الخضروات. أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة سامية خالد، صبحك الله بالخير والنور والعافية. صبحكم الله بالنور والسرور وكل عام وأنتم بألف خير. الله يحييك أستاذة سامية، وحابين نسمع منك عن يعني شو هي الطريقة الصحيحة لطبخ الخضروات على أساس أنها تكون أيضا صحية ويستفاد منها الناس. نعم، للأسف تقع العديد من السيدات في أخطاء كبيرة عن تقديم الخضار في المطبخ. اليوم رح نتكلم عن الأخطاء الشائعة وأهم 4 أخطاء نقع فيها عند طبخ الخضار وكيف نتجنبها. نتكلم عن الخطأ الأول وهو تقليل كمية الزيت. طبعا ظنا منه أنه هذه طريقة صحية، فتلجأ بعض السيدات إلى تقليل كمية الزيت عند الطبخ ورفع درجة الحرارة. هذه الطريقة جدا ضارة بالخضار وتكوينها الكيميائي، قد تؤدي إلى ما يسمى تفحم الخضار، وبالتالي تفقد العديد من المكونات والفوائد الغذائية اللي تحتويها الخضار طبيعيا. لذلك يجب وضع كمية زيت معتدلة، احنا ما نبالغ بكمية الزيت، وعدم رفع درجة الحرارة. درجات حرارة قد تؤدي إلى حرق الخضار، فبالتالي احنا ما رح نستفيد منها. طبخ الخضار على درجة حرارة مختلفة أو تلقها أو طبخها عن طريق البخار
يؤدي إلى الحفاظ على جميع المكونات الغذائية اللي تحتويها الخضار واللي ما بنحصلها بأي مادة غذائية أخرى. هذا الخطأ الأول وتصحيحه بالنسبة للخضار. الخطأ الثاني هو المبالغة بغلي الخضار، يعني بعض السيدات أيضا تلجأ إلى غلي الخضار أو تركها على النار فترة كثير طويلة ظنا منها أنه ممكن يؤدي إلى استواءها بدرجات أفضل، يعني هذه الطريقة خاطئة وأيضا كمان تفقد الفوائد الصحية للخضار، وبذلك يجب أن نطبخها بطريقة بسيطة وسريعة وما نعرضها لدرجات حرارة عالية ونتركها لفترات طويلة تغلي. تبخر الماء سيسحب معه العديد من الفيتامينات التي تذوب في الماء وبالتالي يفقدها قيمتها الغذائية. أيضا هنا ممكن إحنا نطبخها عن طريق البخار وبالتالي هنا بنحافظ على فوائدها وعلى مكوناتها الطبيعية. أتوقع أستاذ سامية يمكن يعني أنسب طريقة هي طريقة البخار، لأن أنت تفضلتي بأن يعني طريقة البخار اللي هي تحفظ يعني جميع المكونات الغذائية في الخضروات، وحتى يعني تكون طرية أتوقع أكثر من إذا تم يعني طبخها سواء بالزيت أو يعني عن طريق الطبخ لفترات طويلة. صحيح 100%. أفضل طرق الطبخ هي طريقة الطبخ على البخار، لأن إحنا بنعرض الخضار لفترات طبخ قليلة جدا بسبب الضغط العالي، وبالتالي كل فوائد الخضار تبقى موجودة وإحنا نستفيد منها قدر الإمكان. نعم. نتكلم عن الخطأ الثالث، هو تقشير الخضار أو تقشير الفواكه أو بشكل عام قبل طبخها. في بعض الحالات طبعا لابد من أنه نتخلص من يعني خلينا نقول جلد الخضار، في بعض الخضار لا يمكن طبخها وهي تحتوي على الجلد فممكن احنا نقشرها. نعم. لكن في بعض الخضار احنا ممكن نحتفظ بالجلد ونطبخها في الجلد، لكن يفضل انا اغسلها قبل ما اطبخها او اخليها في خل لمدة 10 دقائق، فبالتالي كل الميكروبات والمواد الضارة اللي موجودة فيها ممكن احنا نتخلص منها، وبالتالي يفضل عدم يعني اذا ما كان في ضرورة لتقشير الخضار يفضل اني ما اقشرها. يعني مثلا عندك الكوسة مثلا إذا بدي أطبخه يفضل ما أقشره، الجزر يفضل ما أقشره، يكفي أني أنظفه تنظيف جيد وأنقعه يعني أو أخليه في الخل لمدة 10 دقائق، فبالتالي أنا أستفيد من الفوائد الغذائية الموجودة في القشرة. على فكرة معظم فوائد الخضار موجودة في القشرة، فيفضل أني أنا ما أقشر الخضار إلا للضرورة القصوى. نعم. الخطأ الرابع والأخير هو أنه طبخ الخضار بعد تقطيعها مباشرة، يعني ست البيت بتقطع الخضار وعلى طول بتطبخها. هذا طبعا مهم جدا ياريت نركز عليه، أنه هنا إحنا بننشط بعض الأنزيمات إذا طبخناها بسرعة، وهذه الأنزيمات ممكن تسبب ما يسمى تأكسد. التأكسد هو عبارة عن أمراض إحنا بندخلها على جسمنا. يفضل ترك الخضار مدة لا تقل عن 10 دقائق قبل ما أنا أطبخها، يعني أقطعها أغطيها بشكل محكم أو أحفظها في الثلاجة لمدة لا تقل عن 10 دقائق وما أطبخها مباشرة. هذا يؤدي إلى فقدانها العديد من الفوائد الغذائية والفيتامينات، لا بل على العكس ممكن يؤدي إلى تشكيل أنزيمات تسبب تأكسد وأمراض عديدة بالنسبة لجسم الإنسان. نعم. ممتاز. الأستاذة سامية خالد أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك، شكرا للمعلومات الجميلة، والحقيقة مهم جدا يعني معرفة أو ثقافة في موضوع طبخ الخضروات حتى أن نحن نستفيد من مكوناتها. كل الشكر والتقدير لك أستاذة سامية خالد. شكرا لكم، شكرا على استماعكم. الله يحييك. مستمعينا الأعزاء، قبل أن نطلع الفاصل أحب أن أذكركم أن بتكون معنا اليوم الدكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي، وبيكون حوارنا معها عن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا خلال عيد الفطر إن شاء الله، وأيضا بنتحدث عن الاستعدادات والإجراءات الوقائية والاحترازية وأمور أكثر في هذا الموضوع. ولكن مستمعين الأعزاء خلكم ويانا، بنطلع إن شاء الله فاصل وراجع لكم. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء يا مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة قدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. وأيضا نذكركم بأرقام التواصل معنا على الأرقام 600-551-414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 404
06. مستمعينا الأعزاء، مع اقتراب حلول عيد الفطر السعيد وفي ظل انتشار فيروس كورونا، سيكون عيدنا هذا العام عيدا مختلفا عن أعيادنا السابقة من حيث العادات والتقاليد ومن حيث الزيارات والسلوكيات أيضا، تفاديا لنقل العدوى بهذا الفيروس بين الأقارب والأحبة. لا نريد أن يتحول العيد هذا العام إلى لحظات نندم عليها، لحظات عاطفية تجر خلفها أمراضا ومعاناة لمن تكن لهم كل المحبة والتقدير. اليوم في هذه الحلقة نتحدث عن الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال هذه المناسبة السعيدة، حيث يكون معنا عبر الهاتف الدكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي. دكتورة هند، صبحت الله بالخير والنور والعافية. صباح الخير أستاذ عبد الله والجميع المستمعين. مرحبا دكتورة، الله يحييك. وطبعا مثل ما ذكرنا بأن السنة هاي العيد يعني مختلف من حيث السلوكيات وأيضا الإجراءات الاحترازية والوقائية، لو تحكينا دكتورة في البداية عن الاستعدادات لعيد الفطر السعيد من حيث الإجراءات الوقائية خلال هذه الاستعدادات، وخاصة ما يتعلق يعني هناك ممكن بعض الناس تلجأ للذهاب إلى الصالونات وإلى الأماكن التسوق يمكن لي يعني شراء بعض الاحتياجات. طبعا احنا في البداية يعني نحب نذكرهم ان حاولوا انكم انتم ما تروحون لهذه الصالونات الرجالية والنسائية، او حتى يعني للعيد يعني كثير يحبون يروحون يحطون الحنة، فاحنا نحاول نقول لهم ان انتم حاولوا تتجنبون تروحون لهذه الاماكن. ولكن في حال انتم رحتوا لهذه الصالونات، في مجموعة من النصائح والإجراءات الاحترازية والوقائية اللي احنا ننصحكم انكم تتبعونها. اولا انكم تتأكدون ان المكان اللي انتم تروحونه ملتزم بتطبيق الإجراءات الوقائية الصادرة من الجهات المعنية، وتتأكدون بعد ان العاملين لديهم لا يعانون من اي امراض تنفسية وما عندهم اي حمى، الى جانب انك تتأكد انك بين كل عميل والثاني المكان يكون معقم. يعني انت قبل ما تقعد في الكرسي تتأكد وتسأل صاحب المحل، هل انت عقمت هذا الكرسي قبل ما انا اقعد عليه؟ هل انت عقمت الادوات والاجهزة اللي انت راح تستعملها عليه؟ احنا يعني احنا دائما نقول ان الوعي جدا مهم. صحيح ان الصالونات ممكن تتبع هذه الاجراءات، ولكن بعد احنا لازم دائما نذكرهم ونستفسر عن اجراءاتهم الوقائيه، من ضمنها التعقيم، خلو الموظفين من الاعراض التنفسيه، نتاكد ان المكان غير مزدحم زياده عن اللزوم، ما يكون فيه ساعات انتظار طويله ما بين الخدمه والثانيه، هناك تباعد جسدي بين الموظفين نفسهم حتى بين الموظف والعامل أيضا، نتأكد أن في الجميع لابس الكمامات، الجميع لابس القفازات. بعد نحاول أن نتجنب يعني لما قاعد أنت بين عميل والثاني، بعد أنت تحرص أن يكون في تباعد بينك وبين العميل الثاني أثناء تقديم هذه الخدمة لك أيضا. صحيح. وأيضا دكتورة يعني المهم في الموضوع أيضا بأن يعني الطرفين مثل ما أنت تفضلتي، سواء يعني مقدم الخدمة أو حتى العميل، لابد أن يكون على وعي ولابد أن يكون على دراية كاملة بالإجراءات وبالأمور الوقائية وبالاشتراطات أيضا يعني اللي تم وضعها من قبل الجهات الرسمية. لأن إذا أنا اليوم مثلا سرت الصالون و يعني ما عندي ثقافة وما قريت الإجراءات والاشتراطات، معناته إنه يمكن أنا ما بعرف إلا أنبه الشخص أو يعني صاحب المقدم الخدمة إنه يعني المكان اللي موجود وفق الاشتراطات ولا لا. فنحن دائما دكتورة ننصح مستمعين الأعزاء بأن يقرون يعني كل الاشتراطات اللي موجودة، على أساس إنه إذا شاف إنه في نقاط يعني غير مطبقة في الإجراءات المفروض إنه يبلغ عنها. بالضبط. وطبعا احنا ننصح الجميع ان يستعملون ادواتهم الخاصه وياخذونها معاهم لهذه الاماكن. يعني هذا الاجراء مش فقط في وقت ازمه كورونا، ولكن حتى ما بعد كورونا بعد المفروض يكون عنده ادواته الخاصه ياخذها معاه للصالون او للحلاق، ويطلب من صاحب المقدم الخدمه ان يستعمل هذه الادوات بعد.
نعم. أيضا دكتورة، يعني نحن يوم بنتكلم عن موضوع الإجراءات الوقائية والاحترازية في الصالونات، يمكن في بعض الناس يعني يقول إني أنا ما بسير الصالون ولكن بطلب الخدمة عندي في البيت. فطبعا هذا لا يعني إذا طلب الخدمة في البيت معناته إنه ما يأخذ بعين الاعتبار الأمور الإجراءات الاحترازية. لو تنصحين دكتورة في هذا الجانب، يعني الإجراءات الوقائية عند طلب الخدمات، خدمات التجميل المنزلية. طبعا مش يعني انك انت طلبت هذه الخدمه المنزليه معناته انت صرت خلاص محمي وقللت من الخطوره اللي ممكن تصاب بها اذا انت خرجت واخذت الخدمه هذه خارج منزلك. بعد ما زال عليك انك انت تحافظ على اجراءاتك الوقائيه حتى لو جبت انت هذه الخدمه للمنزل، اللي هي تتاكد ان مقدم الخدمه هذا لما يدخل البيت ما يكون عنده اي اعراض تنفسيه، ايضا تتأكد أنه ما عنده حرارة في جسمه. بعد إحنا ننصح أنك أنت تتأكد أنه يحرص على ارتداء الكمام طوال تقديم الخدمة لك. هذه تخصص غرفة معينة فقط لهذه الخدمة، وتقصر الحصول يعني وجودهم في هذه الغرفة فقط، يعني هم ما يروحون يعني في كل الغرف الموجودة في المنزل، لا أنت تقصر وجودهم في خدمة في غرفة واحدة فقط، وتحرص أن هذه الغرفة الواحدة فيها جميع الأشياء اللي ممكن هم يحتاجونها لتقديم الخدمة لك. بعد إحنا ننصح أن أنتوا ما تتجمعون كلكم في هذه الغرفة وتنتظرون دوركم عشان حصولكم على هذه الخدمة، يكون مثل جدول معين فيما بينكم تتناوبون على تقديم الخدمة لكم. الخدمة لما تيكم المنزل تتأكدون أنها ما راح تتعدى من شخصين، وجود شخصين لهذه الخدمة، يعني ما له داعي أن يجي 3 أو 4 أشخاص لمنزلك ويقدموا لك هذه الخدمة. أنت لما تطلب هذه الخدمة تتأكد أن عدد الأشخاص اللي بيولك لا يتجاوز الشخصين. أيضا تتجنب وجود أشخاص في هذه الغرفة اللي هم الأكثر عرضة، اللي هم كبار السن، أصحاب الأمراض المزمنة، حتى الأطفال إحنا ننصح بعد أنهم ما يكونوا موجودين أثناء تقديم هذه الخدمة لك. وبعد انتهاء من هذه الخدمة احرص على تنظيف وتعقيم المكان جيدا بعد خروجهم من منزلك. نعم. أيضا دكتورة، يعني لو نتكلم معك بخصوص موضوع خدمات الضيافة، يعني بماذا تنصحون كإجراءات معينة لتفادي نقل العدوى بخصوص موضوع خدمات الضيافة؟ طبعا احنا نعرف ان في فترة العيد كثير من الناس يطلبون خدمات ضيافة، خدمات بوفيه، حتى ممكن يطلبون باقات من الورد وصواني من الحلويات. احنا يعني نحاول نقول ان خدمات الضيافة والبوفيه اتأكدوا ان هم يتبعون الإجراءات الاحترازية، وقبل ما أنت تطلب منهم هذه الخدمة لازم تسألهم أنتوا شو إجراءاتكم اللي تقدمونها، شو إجراءات التعقيم، طريقة تحضيركم للطعام، طريقة إيصالكم للطعام. وطبعا إحنا نفضل أن تمنع دخول هذه الفئة العمالية لمنزلك، وإذا دخل وتكتفي بالخدمة المنزلية اللي عندك في المنزل، العمالة المنزلية الموجودة عندك في المنزل. ولكن أنت إذا اضطريت أن تدخل هذه الفئة العمالية لمنزلك لازم تتأكد أنهم يرتدون الكمام طوال الوقت، لا يعانون من أي أعراض، ما فيهم حرارة، يحرصون على التباعد الجسدي فيما بينك وبينهم، حتى فيما بينهم وبين أنفسهم أيضا. وبعد نحرص أن تواجدهم في المنزل يكون في منطقة معينة فقط، أن ما يأخذوا لهم الحرية المطلقة في التحرك في جميع أرجاء المنزل، يكون لهم منطقة معينة فقط لتقديم هذه الخدمات. نعم. هو مرات الدكتورة يعني يكون يصعب مرات على الشخص بأن يعني يتأكد من جميع النقاط هاي اللي ذكرتيها، ولكن نحن الحقيقة ننصح بأن يعني إذا كان بالإمكان عدم يعني مثلا الأخذ بالأمور هاي سواء بخدمات الضيافة، ويعني الواحد يختصر يعني خلال الفترة هاي بالأمور اللي ممكن يسويها يعني في البيت، لأن أصلا يعني ما بتكون هناك زيارات في هذا العيد كيعني زيارات عائلية أو كذا، فالواحد يحاول قدر المستطاع بأنه
يحاول بأن يستفيد من الأشياء اللي موجودة في البيت. يعني حتى صواني الحلويات وباقات الورد إحنا لازم نتأكد أن نطلبها من أماكن مرخصة وأماكن إحنا متأكدين أنهم هم يتبعون كافة الإجراءات التعقيم والاحترازية والوقائية المصرح بها من الجهات المعنية. إحنا لازم نتأكد من هذا الشيء قبل ما إحنا نطلب هذه الأشياء. نعم دكتورة هند، نحن طبعا السنة هاي يعني عيدك في بيتك، وأيضا هناك بعض المقولات الثانية تقول لا نريد أن نحول فرحة العيد إلى حزن. لو نتكلم دكتورة في هذا الموضوع عن يعني الإجراءات الوقائية بالأخص خلال أيام عيد الفطر، وشو اللي ينبغي على الأفراد المجتمع وعلى مستمعين الأعزاء يأخذونها بعين الاعتبار خلال أيام عيد الفطر الشهير؟ طبعا هذا العيد سوف يكون مختلف عن باقي الأعياد. احنا نفضل ان العيد يقتصر على افراد المنزل المتواجدين فقط في المنزل، ولكن اذا كان لابد من التزاور فاحنا راعي عدم تجمع اعداد كبيرة، خصوصا احنا في فترة العيد نزور اقاربنا الكبار في السن، امهاتنا وابهاتنا، احنا معروف عن في العيد ان الناس تزورهم، فاحنا نحاول ان نحط جدول زمني لزيارة هؤلاء الأشخاص، ونحاول نرتب جدول فيما بيننا في أفراد العائلة من الدرجة الأولى، نحاول نعد جدول زمني لهذه الزيارات بحيث أن نراعي عدم وجودنا كلنا في مكان واحد في وقت واحد. وطبعا لازم نتبع جميع الإجراءات اللي إحنا لازم نتبعها دائما لما نخرج من المنزل، وأيضا لما نرجع من هذه التجمعات بعد لازم نتبع إرشادات الدخول الآمن للمنزل. إحنا نفضل أن أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والأطفال ما يخرجون من المنزل. كبار السن المفروض ما يخرجون من منازلهم، يستقبلون عدد معين فقط من أصحاب الدرجة الأولى لزيارتهم، وأثناء هذه الزيارة إحنا لازم نلتزم بجميع الإجراءات الاحترازية، وخصوصا وقت السلام، خصوصا إحنا ما شفناهم صار لنا فترة زمنية معينة وفترة العيد، فإحنا نحاول نذكر نفسنا أن السلام سوف يكون بطريقة مختلفة هذا العام. نحاول أن نتجنب احتضانهم، نتجنب تقبيلهم، نتجنب تقبيلهم على يديهم أو رأسهم، نكتفي بالسلام عليهم عن بعد، ونحافظ على مسافة كافية فيما بيننا وبينهم لا تقل عن مترين. هذا الشيء إحنا لازم دائما نذكر نفسنا فيه. وطبعا ما يضر أن إحنا نحرص على ارتداء الكمامات أثناء وجودنا في هذه الزيارة، ونحرص أيضا أن نذكر نفسنا أن إحنا لازم دائما نحافظ على النظافة المستمرة ليدينا، سواء غسلها بالماء والصابون أو تعقيمها بالجل المعقم. نعم أيضا دكتورة، يعني من الأمور المهمة يعني خلال العيد فرح، أو الكل يفرح سواء يعني الكبير أو الأطفال، يعني خصوصا الأطفال في فترة العيد. دكتورة لو نتكلم معاك يعني الإجراءات، وإذا مثلا هناك زيارات كيف يعني الواحد يأخذ بعين الاعتبار الإجراءات الوقائية، وبالأخص للأطفال إذا مثلا طلع وخذ معه طفل؟ طبعا ننصح يعني سواء الأطفال مثل ما ذكرتي دكتورة، الأطفال أو الكبار السن إنه لا يطلعون مكان خلال أيام العيد، ولكن إذا صار شو الإجراءات اللي ممكن الأم أو الأب يأخذونها بعين الاعتبار كإجراء وقائي للطفل خلال أيام العيد؟ طبعا نحاول نشرح للطفل بطريقة مبسطة أن هذا العيد شوي راح يكون مختلف. إحنا ما نحاول نحتضن ونقبل أقاربنا، نحاول نحافظ على مسافة كافية فيما بيننا، نحاول بعد نذكرهم بضرورة الحفاظ على نظافة يديهم طوال الوقت، يحافظون على مسافة كافية فيما بينهم وبين الأشخاص الآخرين أيضا، يعني بطريقة جدا بسيطة نحاول نشرح للأطفال هذا الشيء. طبعا إحنا ما ننصح أبدا إن ذهاب الأطفال للأماكن العامة، خصوصا المراكز التجارية أو المطاعم أو أي أماكن ثانية. إحنا ننصح إن الأطفال يعني نحاول قدر المستطاع، لأن جدا صعب إن إحنا نطلب منهم إنهم يحافظون على هذه الإجراءات الوقائية. يعني الطفل في لحظة معينة يمكن يعني ينشغل وينسى، وتشوف نفسه يعني
ينسى هذه الإجراءات. يفرق كثير عن الشخص البالغ اللي يقدر يذكر نفسه بالمحافظة على هذه الإجراءات. الأطفال شوية ياخذهم الحماس وينسون نفسهم، فتشوف أن تطبيقهم لهذه الإجراءات شوية يعتبر صعب، بس إحنا نحاول نذكرهم، وخصوصا إذا كانوا الأطفال شوية أكبر في العمر، نذكرهم بتجنب السلام على الأشخاص، الحفاظ على التباعد الجسدي فيما بينهم، وأيضا نظافة يديهم. جدا مهمة أن إحنا نذكرهم أنهم يحافظون على نظافة يديهم طوال فترة خروجهم من المنزل. صحيح. وايضا دكتوره، يعني موضوع مثل ما تفضلتي بان يعني دور الام ودور الاب والاسره مهم جدا في يعني توعيه الاطفال. ونحن دائما نقول من الجانب العمري ايضا، يعني كل طفل له يعني اسلوب معين، وكل طفل له طريقه معينه لتلقي المعلومات. فمش معقوله بان مثلا اذا كانوا عندي انا 3-4 اطفال اكلمهم كلهم في نفس الوقت وبنفس المعلومات ونفس استخدام بعض المفردات. فضروري جدا ان الام والاب وحتى يعني افراد الاسره يعرفون ان كيف يعني يثقفون الطفل هذا. مثل ما تفضلتي دكتوره، انه لابد انه يعرف ان هاي السنه الاجراءات غير، الوضع غير، العيد غير، على اساس انه حتى الطفل يعني يعرف ويعيش يعني الساعات هاي بشكل يعني صحيح، بحيث انه ما ياثر حتى عليه من الجانب النفسي. فشو دكتوره تقولين في هذا الموضوع؟ طبعا كل أم وأب يعرفون الطريقة المناسبة في التحدث لأطفالهم. وبالفعل أنا ما يصير أكلم جميع الأطفال اللي عندي، يعني حتى لو كانوا هم أخوان وأخوات، لكن طريقة تحدثنا إليهم تختلف. كل طفل يتقبل المعلومة بطريقة معينة. إحنا نحاول أن نعيشهم أجواء العيد قدر المستطاع، ولكن ما ننسى في نفس الوقت أن ما زلنا مطالبين بالحفاظ على إجراءاتنا الوقائية. ما زال فيروس كورونا موجود، ما زالت الخطورة موجودة. إحنا نحاول نذكر نفسنا، يعني نعرف إن هي فترة عيد وفترة فرحة، نحاول إن نفرح، ولكن في نفس الوقت ما ننسى نفسنا ونهمل إجراءاتنا الوقائية والاحترازية. صحيح. أيضا دكتورة، يعني لو نتكلم عن موضوع الإجراءات الوقائية بعد مغادرة، يعني إذا قلنا مثلا الأسرة من الدرجة الأولى للمنزل، وأيضا لو تعطينا بعض النصائح لأفراد المجتمع بشكل عام. طيب، ذكرنا نقطة جدا مهمة ما ذكرناها، أن إحنا في فترة العيد نحرص على تقديم الهدايا والعيديات للأطفال أو للكبار حتى. فإحنا لما نقدم هذه العيديات نحرص أن إحنا عقمناها بطريقة جيدة، أن حرصنا على تعقيمها بطريقة جيدة قبل ما إحنا نقدم هذه الهدايا والأموال. يعني مثل ما إحنا نحافظ على نفسنا، إحنا أيضا ملزومون ومسؤولون عن حفاظنا على باقي أفراد مجتمعنا. فإحنا قبل ما نقدم هذه الأشياء نحرص أنها معقمة بطريقة جيدة. لما زوارنا يخرجون من المنزل نحرص على ضرورة تعقيم المكان بشكل جيد جدا، نعقم جميع المرافق اللي استخدموها هؤلاء الزوار، وأيضا نحرص على التهوية الجيدة للمنزل، التعقيم بطريقة جيدة وآمنة. لكن إحنا إذا رجعنا للمنزل بعد زياراتنا، أيضا نحرص أن ثيابنا اللي كنا نرتديها نحطها في سلة الغسيل للغسيل، أحذيتنا نحرص أن نحطها في مكان معين وأنا ما ندخلها المنزل إلين ما إحنا نحرص على تعقيمها، نحرص على أخذ شاور، يفضل يعني أنك تأخذ شاور تغسل جسمك، أو إذا تغسل الإيد والوجه بطريقة جيدة ومناسبة. أيضا الأغراض اللي أنت كنت تمسكها بشكل دائم، وخصوصا المفاتيح والمحفظة والأبواق هذه والتليفون، أيضا نحرص أن إحنا نعقمها أيضا بطريقة جيدة قبل ما إحنا ندخل البيت وناخذ راحتنا في البيت. نعم. دكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك دكتورة على معلوماتك الطيبة، وشكرا لك ولفريق عملك المبدع الحقيقة بيعني عملكم الدائم والمستمر في موضوع تثقيف أفراد المجتمع
بكل ما يعني بموضوع العدوى والكورونا فيروس. شكرا لك دكتورة، كل الشكر والتقدير. العفو، دمتم بصحة وسلامة. دمتي بصحة وسعادة دكتورة، شكرا. مستمعينا الأعزاء، نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وأتمنى إن شاء الله أن حلقتنا قدمت لكم المعلومات المفيدة. وهذا هو مستمعينا الأعزاء نهج هيئة الصحة بدبي لإيجاد مجتمع صحي وسعيد. وأيضا نذكركم مستمعينا الأعزاء بأن الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية هو واجب وطني ليساعدنا جميعا على تجاوز هذه المرحلة، وسلامة المجتمع أمانة لا يمكن الاستهانة بها أبدا. أحب أني أشكر فريق العمل معي اليوم في الإعداد أستاذ حسني البلاونة، التنسيق والمتابعة والإخراج المتألق دائما أستاذ وائل القواسمة، وتقبلوا تحياتي أنا عبد الله جمعة. وأيضا أريد أذكركم مستمعين الأعزاء بأن العيد عيدكم في بيتكم، ولا نريد أن نحول فرحة العيد إلى حزن، فعيدكم وفرحتكم في بيوتكم. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.